تم الاستماع من عرض الفريق الصحي في وزارة الصحة عن آخر مؤشرات انتشار مرض كوفيد-19 ليس فقط في الكويت إنما انتشاره في العالم. إحنا قاعد نشوف مؤشرات أخرى الآن تتجه في العالم عن موجة ثانية، وهذه الموجودة في تصاعد شديد وكبير، وتصاعد أرقام في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في آسيا، حتى في أستراليا ونيوزيلندا. فكان هناك عرض لأهم هذه المؤشرات والتدابير المطلوبة اتخاذها في المرحلة القادمة، وكان العرض من وزارة الصحة سواء من القراءات الموجودة على المستوى العالمي أو كذلك القراءات اللي من منظمة الصحة العالمية. فتم التنسيق ما بين الوزارة وبعض الجهات الأخرى في الدولة لاتخاذ مزيد من التدابير ودعم وزارة الصحة في المرحلة القادمة.